السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة في الفيديو معانا موضوعين، وهو الترند حاليا طبعا الزعيم عادل امام واصابته بفيروس كورونا، وليه التكتم الشديد جدا على حالته. يعني في تكتم رهيب على حالة الزعيم، هنقول لحضراتكم التفاصيل الكاملة بعد دخوله المستشفى، وكمان وضعه على اجهزة التنفس الصناعي. وكمان معانا طلاق احمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، برغم وجودها في سويسرا وانها بتعاني برضو من حالة صحية شديدة. كل التفاصيل هنلاقيها مع بعض، بس اسمعوا معنا الفيديو للنهاية. وقبل اي حاجة، ياريت نوحد الله ونصلي على رسولنا عليها افضل الصلاة والسلام. عادل امام او الزعيم عادل امام طبعا هو زعيم في مجاله، برغم كل الناس الحاقدين عليه او الناس اللي بتتمنى له حاجة وحشة، والناس دي موجودة وحضراتكم اكيد بتشوفوا تعليقاتهم. احنا مش ربنا علشان احنا هنحاسب حد، هو ممكن يكون عنده اخطاء، ومين ما عندوش اخطاء فينا، وكلنا بنتمنى من ربنا رحمته الواسعة انه يغفر لنا. فعادل امام سيظل رقم واحد في الوطن العربي في مجاله، وان شاء الله هيقوم بألف سلام. اللي حصل يا جماعة ان عادل امام من امبارح للنهاردة في حالات كتيرة جدا كلام عنه، وكمان كل المواقع بتتكلم عن اصابته بفيروس كورونا. اللي حصل ان الزعيم عادل امام بالفعل تم نقله للمستشفى في البداية كفيروس كورونا، لانه كان بيعاني من مشاكل في التنفس شديدة جدا جدا، فقالوا اكيد دي اصابة بكورونا، على الرغم ان هو ما بيخرجش تماما ومش متواجد ولا على السوشيال ميديا ولا حتى في اي اخبار عنه انه يطلع في برامج. لكن اخوه قال ان هو حالته النفسية صعبة جدا من بعد وفاة دلال عبد العزيز وسمير غانم، واكيد الخبر ده هتقروه معانا دلوقتي. لكن اللي حصل يا جماعة ان هو راح المستشفى ما عندوش كورونا. كل الناس اللي بتقول عنده كورونا، اكد نقيب المهن التمثيلية انه ما عندوش كورونا. طب في ايه؟ هو بالفعل تعبان وبيعاني من ازمة قلبية حادة، وبما اننا يعني في مرض وباننا في انتشار للفيروس طبعا، فاي حد بيدخل المستشفى في البداية بيقولوا فيروس كورونا، خصوصا لو كان فنان. لكن هم مش حابين يعترفوا ويقولوا ان هو عنده أزمة قلبية حادة، وإن عنده انخفاض حاد في ضغط الدم، تم نقله على إثرها للمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وموضوع حاليا داخل العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، والأخبار دي موثوق منها. هما دايما دايما الشائعات بتلاحق الزعيم في إن هو عنده كورونا، لكن الحمد لله هو ما فيش كورونا ولا حاجة، واكيد ازمة صحية باذن الله هيعدي وهتمر. ولكن محمد ابنه قال للناس كلها ادعوا له في كلا الحالات، ادعوا لبابا لانه هو في كلا الحالات تعبان. هناك انباء قالت ان هو محجوز في القصر بتاعه او في فيلته، وما بيخرجش في الساحل الشمالي، ومتعود جدا انه في الايام اللي زي دي يكون محجوز فيها. ولكن يا جماعة الأخبار الأكيدة ان هو متواجد في المستشفى. يعني هو زعيم في مجاله كل حاجة، وممكن تختلفوا معاه، ولكن عند المرض ندعيله وندعيله بالشفاء العاجل. بيبقى فيه تكتم علشان الأخبار بتتداول عن وفاته أكتر ما تفاصيل عن حالته الصحية، والحاجات دي بنشوفها كتير. ان شاء الله يقوم بألف سلامة، ادعوا له كتير جدا، ولو في اي اخبار جديدة عنه اكيد هنقولها لحضراتكم. لكن الاكيد دلوقتي ان هو في المستشفى تحت الرعاية الطبية، واحتمال كبير يسافر برا مصر خلال الساعات اللي جاية لو لا قدر الله الحالة ما تحسنتش، وده وارد جدا لان طبعا كبر السن بيعمل مشكلة. ايضا حزنه على وفاة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز كان واضح جدا، وده اللي قاله اخوه. ندخل بقى على خبرنا التاني اللي مال السوشيال ميديا والناس كلها بتتكلم عنه، وهو طلاق احمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز. طب يعني الفنانة دلوقتي ياسمين عبد العزيز تسبب ليها اهمال وتخاذل وتراخي في حالتها طبعا، وسافرت لسويسرا علشان بطائرة اسعاف مجهزة علشان يتابعوا حالتها او يشوفوا اللي حصل.
الناس اللي ما تعرفش انها كان عندها ايه، هي داخله عشان تعمل المنظار. يعني انا شايفه ان دي عمليه سهله جدا، ان اي طبيب لسه مبتدئ ممكن يعملها، لكن للاسف تسبب لها في خطأ طبي ادى الى انفجار القولون واستئصال جزء منه، وطبعا الموضوع دخل فيه تسمم في الدم ودخل فيه مواضيع كتيره جدا وعمليات كتيرة. وده اللي قاله وائل أخوها، قال ادعو لها شكل حد شافها وما صلاش على النبي، ده هو كتبه على صفحته، وما فيش شك ان الحسد بيعمل اكتر من كده. لكن اللي أشيع بقى دلوقتي ان هو ما سافرش مع زوجته، وده بسبب التأشيرة يا جماعة مش بسبب حاجة تانية، ما كانش جهز تأشيرة سفر وده اللي منعه من السفر معاها. الناس لما ما لقيته ما سافرش اتكلموا كتير وقالوا ان هما اتطلقوا، ودايما بنشوف شائعات حول انفصال احمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز. الاخر الشائعات ديت كان من اقل من ساعات، كان دايما الكلام ده موجود، ولكن هو رد بنفسه عن الموضوع ده واتكلم وقال والنبي بطل هبد، الله يرضى عليك، الحكاية مش ناقصة هبد. ورد تاني وقال اللي قالك ضحك عليك، وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي انت قلته، واللي انت بتقوله مش صح، وما تحطش السم في العسل، وعشان مظلمكش او اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كده، ولو انت اللي بتخمن فانا بقولك كلامك غلط. طبعا هو قال الكلام ده والناس كلها فضلت تقول ان هو عايز يبقى ترند وان هو الزوج الست. يا جماعة ادعوا لهم، يعني ادعوا لهم ان ربنا يسعدهم، ان ربنا يقومها بالسلامة بعد ما حياتهم كانت جميلة ما شاء الله. مرة واحدة ياسمين عمالة تطلع من عمليات وشفت الناس كلها بتحبها، يبقى ليه بنحاول ندخل حاجة وحشة في حياتهم؟ طبعا هي سافرت ياسمين يوم 10 أغسطس لسويسرا عشان تكمل علاجها من المضاعفات بتاعة العملية الجراحية اللي هي أجرتها يوم 11 يوليو الماضي. طبعا هي احتجزت بالعناية المركزة لفترة، وبعد كده لما لقيوا الوضع مش بيستقر فسفروها. طبعا احمد العوضي اعلن طبعا اعتزامه اتخاذ الاجراءات ضد الناس اللي تسببت في الوضع اللي هي فيه. ان شاء الله ياسمينة ترجع زي ما هي جميلة، وهي فعلا جميلة قلبا وقالبا. ادعوا لها كتير لانها بجد بتمر بازمات كتيرة جدا، وانا حاسة ان فعلا من حب ربه حب في عبده. ان شاء الله لو في اي تفاصيل عن حالتها هنتابعها مع بعض. هما ما اتطلقوش، يعني دي كلها شائعات من اللي بنسمعها دايما، بس ادعوا لها وادعوا كمان للفنان الكبير عادل امام يقوم بألف سلامة. انا بشكر حضراتكم جدا، ولو في اي مواضيع عايزين نتكلم فيها انا تحت امركم. انا بشكركم واستنوا منا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.